معاكم اخوكم حسين المطوع محترف فئة الفيزيك. Are we the hunters or are we the prey? طموحنا اكبر مما تصورونه، لان انت طول ما انت تطمح شيء بسيط راح تلاقي شيء بسيط. ان انا لو مجرب داش نادي ثاني هل ممكن احصل نفس الفكر اللي انا حصلته هني؟ This is a wild game of survival. يعني الحين انا كلاعب عمري 25 سنه، عندي كمدرب 15 ميداليه، هل انت تشوف هذا الشيء عادي؟ This is a wild game of survival. وانا من نفسي ما كنت متوقع انه بيصير لي هالشيء، بس مع الايام مع البطولات مع الاشياء اللي صارت قاعد الميداليات تجي، هذا ما هي من فراغ. الاحتراف يتطلب منك انك تنظم حياتك، تعطي من نفسك، لان هاللعبه the more you do the more you get. هذا الشيء حط ببالك ما يا من فراغ، في ناس قاعد تتعب في هالمكان، في ناس قاعده هني تبذل مجهود انت ما تتخيله. ان شاء الله باقي 4 أسابيع على ارض اوهايو، دعواتكم لنا بالتوفيق. ان شاء الله نقدم افضل مستوى نقدر نقدمه على السعر اللي سويناه. دعواتكم نبيها موجودة ويانا، ويعطيكم العافية، وإن شاء الله نقدم شيء يرضيكم يا رب يا رب.